الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء ارحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط الثاني عشر الذي يحمل في كشوفاته الجعدان المهجنات الثنايا الاصايل من مسافة 8 كيلومترات. وهنا الشعارات المتواجدة مشاهدينا متابعينا الأعزاء كما تشاهدون على شاشة أبوظبي الرياضية، أفضل توقيت زمني مشاهدينا متابعينا الكرام، صوغة من هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي يسجل أفضل توقيت زمني من مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة 34 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، هو توقيت صوغة من هجن الرئاسة. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي سجل 7 نقاط مع هجن الرئاسة و7 نقاط خاصة مع بالسم. أيضا هنا الفائز بالشوط الرابع الذي بلغت سرعته 54 كيلومتر في الساعة الرئيسية والقيادة والريادة مع ضاري لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني. بينما المركز الثاني السلع بدأ ينطلق، بدأ يتقدم الآن وحذاري من هذا الاسم الكبير، يتقدم السلع من هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي في عملية التضمير والمتابعة من يتواجد مع ثاني المراكز. المركز الثالث الحنيس اسمه الشيخ ضياء بن محمد بن زايد آل نهيان والزعيم محفوظ الخميس الجنيبي مع المركز الثالث. المركز الرابع صوغان اسمه الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير والمتابعة. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول ومع ضاري الذي ينطلق بمسار وتحدي هذا الشوط حتى هذه اللحظات اسمه الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني في عملية التضمير والمتابعة. من يقدم لنا ضاري هنا على أرضية ميدان الوثبة ومع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط مع اقترابنا، اقتربنا للكيلو الأخير الكيلو الخطير وضاري مع المقدمة. ولكن السلع مشاهدينا متابعينا الأعزاء من وصل في هذه اللحظات الكيلو الأخير الكيلو الخطير بعد أن تصدر الأوامر الطفيفة على هذه الشعارات. ولكن السلع حتى هذه اللحظات لم يصدر الأوامر عليه، السلع من هجن الرئاسة المميز يظهر في الأوقات المميزة وفي الأوقات الشديدة، يظهر في هذه اللحظات السلع من هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي. فلله درك المميز يا ابن الفيلسوف يتقدم وينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني الحنيش على ثاني التحديات لسمو الشيخ ضياب بن محمد بن زايد آل نهيان الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي يتقدم مع ثاني التحديات. جولة الناموس الجولة النهائية وسرعة الهجن الآن 50 كيلومتر في الساعة. المقدمة هنا مع السلع من هجن الرئاسة ومبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي المميز ولمساته وإبداعه وفنه مع المركز الأول. لكن القادم الحنيش لسمو الشيخ ضياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي. ولكن الناموس ما له إلا المميز ينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك السلع هجن الرئاسة وللمميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الحنيش اسمه الشيخ ضياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي. المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام ضاري لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني. المركز الرابع
صوغاني سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي. اذا تهانينا والناموس لهجن الرئاسه على فوز السلع بالمركز الاول، تهانينا والناموس. لحظات الاعاده، لحظات التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الاعزاء، 13 دقيقه 21 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. المركز الثاني وصل الحنيش لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. التوقيت الزمني 13 دقيقة. واحد وعشرين ثانية، 7 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث من وصل مع ثالث المراكز ضاري لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان. التوقيت الزمني 13 دقيقة 27 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الكلمة تنتقل مباشرة للزميل عبد الله بن محمد الوهيبي، وفي انتظارك يا عبد الله.